أخبار اليوم. هو مخطط شامل أعدته جماعة الإخوان الإرهابية مع التنظيم الدولي للإخوان بغية اختطاف الدولة المصرية في وزعزعة استقرارها وأركانها والقضاء على مؤسسات الدولة الوطنية بشكل كامل وخلق مؤسسات موازية لتحقيق مآت ضد الجماعة الإرهابية في طمس هوية الدولة والسيطرة عليها. ذلك المخطط الشيطاني الذي كشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا النقاب عنه. القصة تعود للعام 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين عملت الجماعة على تدريب عناصر تابعة لها بالخارج على الاختراق الإلكتروني وجمع معلومات من خلال خلية بدأ القيادي الإخواني خير الشاطر في إدارتها مع أعضاء التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان بالخارج وجهات أجنبية. عرض علي إخواني أحمد صابر نبيل إن أنا أقابله وأروح مكتب الإخواني خير الشاطر وقابلنا هناك إخواني محمد الرسول وإخواني علاء عبد الحافظ. طلبوا مني أشوف إن الكورسات اللي أنا محتاجها في مجال البرمجة عشان يدربوني عليه ومجال السكيورتي. فأنا طلبت شوية كورسات مجال السكيورتي عشان أتدرب عليها. كنت بتعرف على الإخواني محمد الرسول في مقر الحرية والعدالة بمنيب. كان في ساعتها دورة تصوير مخصصها إخواني هاشم أمين، وساعتها قام بالسول بأهلي إلى مقر الباشمهندس خالد الشاطر في مدينة نصر. كان معايا الإخوان إبراهيم الشعراوي. قعدنا ساعتها مع الإخوان علاء عبد الحافظ. تم الاتفاق على إن هيكون في فريق هاكر لاختراق التيارات الثورية ومراقبة الأراضي السياسية. تعرفت على قيادة إخواني اسمه أيمن علي. هو كان دكتور بالجامعة كلية علوم. تعرفت عليه 2012. هو طلب مني ان انا قال لي ان احمد حسين مسؤول الامين العام لجماعه الاخوان عايز ناس تنتظر على الاختراق الالكتروني. اذا كان القيادي الاخواني ايمن علي ذات الوصل بين اعضاء التنظيم من الجماعه بالداخل والجهات الاجنبيه تحت اشراف خير الشاطر. في 2013 كانت شركة طلب عاملة رحلة فأنا كنت تعرفت على إخواني إبراهيم الشهراوي بقريب مرض تعرفت عليه هو مبرمج فعرفت عليه إن هو يجي معانا رحلة وعرفه على إخواني هناك الناس المبرمجين ويبدأ ان هو يتواصل معهم هو وافق وليه ملاحظة 2013. بعد كده هو رحنا قابلنا صالح وقابلنا خالص
هو تواصل معهم وبدأوا انهم يشتغلوا مع بعض رجعنا عن طريق بدأ انهم يتضربوا على الاختراق الالكتروني عن طريق الميلاد. سير الاحداث يكشف ان اعداء مصر من جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي لها عملوا على تجنيد بعض من قيادات الجماعة لتحقيق مآربهم إبان فترة حكم مرسي في السيطرة على مفاصل الدولة وتتبع مؤسسات الدولة ومراقبة الحركات الثورية بعد أن ظهر للشعب جليا نيات تلك الجماعة في تغيير هوية الدولة. مخطط ما لبث أن اتخذ منحا عدائي في أعقاب بثورة 30 من يونيو فتحول وحسبما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها وبدرجة عالية من التقنية تدرب عليها أعضاء التنظيم. الرسائل المشفرة التي كشفتها الأجهزة الأمنية تضمنت تعليمات واضحة باختراق صفحات ومواقع وزارات ومصالح حيوية. أحمد صابر اشتغل هو وإسلام في مجال الاختراق الإلكتروني كانوا بيستهدفوا فئات في الجيش والشرطة والقضاء بشكل إلكتروني استهدفوا حواسيبهم وحساباتهم على الإنترنت. بدأت علاقتي بالإخواني إسلام هو بمعرفتي بيه في شرطة الملكة وفي أوائل 2015 قال لي إن هو عنده معلومات تخص أحد مؤسسات الدولة وصلت بالإخواني دكتور شرف اللي وصلنا بالإخواني القيادة الإخواني الدكتور علي بطيخ اتفقوا مع بعض إن نقل المعلومات دي وأقوم وسيط ما بينهم لنقل المعلومات والفلوس. وصلت المعلومات على فلاشة للإخواني القيادة الإخواني علي بطيخ ووصلت حوالي 55 ألف جنيه للإخواني إسلام جوه. عين علي طلب إن إحنا نسافر عشان كنت مواضيع أو عايز نتكلم فيها أكتر. اتكلمت مع اثنين هناك ما أعرفهمش مصريين عن طريق أيمن علي إن أوضاع البلد صعبة وإن ما عادش في مسألة في البلد وإن أظن الناس تتمسك إن هو عايز يشتغل عملية نوعية على الأرض. وطلب مني ان انا اطور الفريق. رجعت الفريق بتاع الاختراق الالكتروني رجعت مصر ولما رجعت مصر هو ايمن علي بعت لي ايميل قال لي ان انا قابل في رقمين مبلغ واحد اسمه خالد واحد اسمه رامي أما قابلته أما ما قابلتش أنا إلا أبو خالد برامبس هو قال لي إني آخد أجر مخزن وأبو رامي هيقابلك هيديك حاجة تحطها في المخزن. بعد كده أنا رحت قابلت أبو رامي أنا واحد اسمه شيخ أحمد ده كان شغال معانا أبو رامي على طريق حلوان الصحراوي. أما قابلته اداني شويلة رحت المخزن فتحتها لقيت فيها قطع سلاح آلي رصاص كده. بعد كده أنا خدت كلمت خدت سلاح أربع مرات. كل شيء كان مباحا ومستهدفا لدى الجماعة إرهابية فالجماعة ومن خلال إمكانيات أعضائها خططت كذلك لمحاولة إفشال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ. إذن فهم عقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف مخدرات شعب ثار ورفض الخضوع لمؤتمرات طمس هويته استهداف بشكل داخلي وخارج وكشف الطرق. أيمن علي
طلب مني ان انا اكون مجموعات هنا في الاسلام. ف تنقل حاجات لما جه موضوع السلاح وطلب ان انا اكون مجموعات ابدا اكون مجموعات في المحافظات ناس تنقل السلاح اللي مجموعات هو عايشها. شهر 4/2015 طلب مني ان انا اروح انقل له شنطه سلاح من حلوان لجيب وانا هنا. منتصف فبراير 2015 الاخوان الاسلام جمعه قال لي ان هو عنده سلاح في مكان غير مؤمن عاوز ينقله في مكان مؤمن. فانا نقلت بيتي القديم اللي موجود في عزه الوسيله في صفه اللبن وبدانا نتصرف فيه. اخذ جزء اسلام جمعه وقال لي ادي جزء لاخواني على بطيخ والباقي نقلناه عند الاخواني محسن حسين واسلام والاخواني اسلام. حقائق واعترافات النار عرضها بالصوت والصورة بعد استئذان الجهات القضائية المختصة لكشف بيوت هي بعض من كثير في جعبة الأجهزة الأمنية التي نجحت مؤخرا في رصد وإحباط مخطط عناق أسر التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج وكشفت غموض رسائلها التي تهدف لزعزعة استقرار وطن وشعب ثار على طغيان رئيس جماعة وجماعة رئيس أرادت محو تاريخ